السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، من أصول الإيمان وقواعد الإسلام تحقيق الأخوة الإيمانية بين المسلمين ونشر المودة بين مجتمعات المؤمنين. يقول ربنا جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إن هذا الأصل العظيم والمبدأ المتين يقتضي حقوقا وواجبات، ويتطلب مسؤوليات والتزامات. يقول ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإن من أهم عوامل قوة أمة من الأمم هو الاتحاد. بالاتحاد عباد الله تنال الأمم مجدها، وتصل إلى مبتغاها، وتعيش حياة آمنة مطمئنة. بالاتحاد تكون الأمة مرهوبة الجانب، مهيبة الحمى، عزيزة السلطان. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد نقلت الإقليمية المسلمين من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة، وولدت بينهم بؤرا بركانية قابلة للانفجار في أي لحظة، وهي ورقة من الورقات السياسية كما يقولون، يلعب بها أعداء الله عز وجل في الأوطان. أيها المؤمنون، إن أهم خصائص هذه الأمة أنها أمة واحدة. يقول ربنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولذلك فإننا نقول أن الوحدة بين المسلمين واجبة بنصوص القرآن والسنة كما يقول العلماء. لقد تنوعت أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين. فتارة تأمر بالوحدة أمرا صريحا كما في قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكت
والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك رحمه الله حيث يقول: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن نادى. وأخرج الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبل الله هو الجماعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وتارة تأمر الآيات بتحصيل أمور لا يمكن أن تحصل إلا بالوحدة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل في علاه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فهذه الأدلة عباد الله وغيرها الكثير تأمر المسلمين بالأخذ بكل ما يزيد المحبة بينهم، والنهي وفيها النهي عن كل ما يولد البغضاء في صفوفهم، وتأمرهم صراحة بأن يكونوا إخوة. ولا يمكن للمسلمين أن يكونوا إخوة إلا إذا كانوا متحدين، فإن الأخوة ضد الفرقة والاختلاف. أيها المؤمنون، من أساليب القرآن والسنة في الدلالة على وجوب الوحدة بين المسلمين النهي الصريح عن الافتراق والاختلاف الذي هو ضد الوحدة والاجتماع. فلذلك قال الله كما في الآية: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا فإن الله مع الصابرين. يقول الإمام الطبري: يقول تعالى للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنين ربكم، أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم به ونهاكم عنه، ولا تخالفوهما في شيء، ولا تنازعوا فتفشلوا. يقول الله عز وجل: ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم فتفشلوا. يقول: فتضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم. ولذلك يقول الشاعر: وفي كثرة الأيدي عن الظلم زاجر، إذا حضرت أيدي الرجال بمشهدي. ويقول الإمام الطبري عن ابن عباس، ويخرج الإمام الطبري عن ابن عباس في قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول في هذا ونحوه من القرآن: أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أن ما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. عن زكريا بن سلام يحدث عن أبيه عن رجل قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، أيها الناس عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، ثلاث مرار قالها إسحاق. عباد الله، لقد حذر الله عز وجل هذه الأمة من محنة الفرقة، وبين لهم أنها هي السبب المباشر في هلاكها، فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ولذلك عد العلماء الفرقة من عقوبات الله عز وجل على عباده، ومن أساليب القرآن في الحث على الجماعة. وإن كان لا يفيد الوجوب مباشرة، أن الله جعل من أخص صفات المؤمنين أنهم أولياء بعض، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والولاية عباد الله هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول: المسلم أخو المسلم. ومن أساليب الشريعة في الحث على الوحدة بين المسلمين تحذير الشريعة من الشذوذ ومفارقة الجماعة. ففي سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا،
ثم ذكر خطبة جاء فيها: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما من ثلاثة لا تقال، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ونهت الشريعة أن يهجر المسلم أخاه المسلم، وأمرت بإفشاء المسلمين بينهم بالسلام من أجل إشاعة المحبة، وأمرت بصلاة الجماعة، ولم تعذر أحدا في التخلف عنها إلا في أشد الظروف. ونهت أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت وحده. عباد الله، لو ذهبنا نستقصي شواهد الشريعة التي تفيد بمجموعها وآحادها وجوب اجتماع كلمة المسلمين لطال من المقام، لكن حسبنا فيما تقدم من إشارات ما يكفي كل طالب حق ألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله أن يوحد صفوفنا وأن يغفر ذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، لولا أن الاتحاد ذو منافع عديدة وفوائد كثيرة لم يوجبه الله عز وجل على خلقه، ولهذا فإن وجوب الوحدة بين المسلمين يستدل عليها بالعقل الصحيح مع النقل الصريح الصحيح. إن العقلاء من كل ملة ونحلة في القديم والحديث اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصر، فهذا معا بن زائدة الذي وصفه الذهبي بقوله: أمير العرب أبو الوليد الشيباني أحد أبطال الإسلام وعين الأجواد، يوصي أبناءه عند وفاته بقوله: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. أيها المسلمون، إن التاريخ يشهد أن من أهم أسباب سقوط الدول على اختلاف عقائدها ومللها هو التفرق والاختلاف. سقطت الخلافة العباسية بعد أن حكمت واستقوت قرونا، بعد أن تفرقت الدول الإسلامية في ذلك الوقت، فنشأت الدولة الأويهية والمماليك ودويلات الشام، ولم يبق للخلافة العباسية إلا بقع متفرقة متناثرة من العالم الإسلامي. فلما زحف المغول إلى بغداد لم يقف في وجه زحفهم غير أهل بغداد فقط، فأعملوا فيهم القتل حتى قتلوا من المسلمين أكثر من 800,000 نسمة كما قال غير واحد من المؤرخين. وسقطت الدولة الإسلامية في الأندلس بعد ذلك الرقي والازدهار، وبعد أن أصبحت دويلات متفرقة متناحرة لا هم لأحدهم سوى التلقب بألقاب الملك أو السلطان أو غير ذلك، حتى ولو كان على بقعة لا تجاوز حظيرة خراف. مما صدق القائل إذ قال: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ولم تسقط الدولة العثمانية إلا بعد أن تمزق جسدها إلى أشلاء متناثرة، وبعد أن أغرى الصليبيون الجدد بعض زعماء المسلمين بالانفصال عنها، ووعدوهم وأغروهم ومنوهم وأحسنوا إتقان العمل بقاعدة فرج تسد. وها هو العالم الإسلامي اليوم منقسم إلى دويلات متناحرة تعيش على هامش التاريخ وتتجرع ألوان الهوان. وصدق فيهم قول القائل: صوت الشعوب من الزئير مجمعة، فإذا تفرق كان بعض نباح. إنما ظفر به أعداء الأمة من سطو واستيلاء لا يرجع إلى خصائص القوة في أنفسهم بقدر ما يعود إلى آثار الوهن والضعف في صفوف أصحاب الحق وهم المسلمون. فالفرقة تجعل هلاك الأمة بيد أبنائها في سلاسل من الحروب في غير معركة وانتصارات بغير عدو
اتصدق فيها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنما تعانيه أمة المسلمين اليوم من تفرق المجتمع الواحد وانتشار ثقافة العداوة والبغضاء في مجتمع واحد، حتى آل الأمر إلى حمل بعضهم السلاح على بعض في بعض الدول لأمر جليل لا يرضي رب العالمين ولا أصحاب العقول والنهى، ولا يستقيم مع أحكام الدين، ولا يتفق مع وصايا سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. ويقول في حديث آخر: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أمة الإسلام، يا أمة محمد، احذروا من أسباب التفرق، تجنبوا عوامل الفتن، احذروا من أفعال تؤدي إلى مفاسد لا تحصى وشرور لا تتناهى من سفك الدماء وهتك الأعراض وإفساد المقدرات وخلخلة الصف وزوال هيبة مجتمع المسلمين. والأعداء يتفرجون فرحين غنمين مستبشرين. فذلكم ما يقع في الأمة، ذلك هو بغية الأعداء وهدفهم ومقصدهم وغرضهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لها. إن التآخي والتآلف والتحاب والتوادد والتصالح بين المسلمين يسوء أعداء الدين، ولا يريدهم ولا يتمناه المغرضون. فكلما سعى إليه المسلمون عارضه اليهود وموالوهم، وحاولوا جاهدين لإفشاله وسعوا معاجزين لإبطاله. لقد كثر الحديث عن دويلة في شمال العراق وأخرى في جنوب السودان ودويلات في جنوب لبنان إلى آخره، والقائمة طويلة وطويلة للأسف الشديد. ولن يغمض للكفار جفن إلا بعد أن تقسم دول الإسلام إلى دويلات متناحرة ليظفر بعظمة القوة والهيمنة والغنيمة. وإن مما يسر أعداء الله بشتى أشكالهم ومختلف ألوانهم ويحزن المؤمنين المخلصين ويفرح الشيطان وحزبه وأعوانه، ما أصاب أمة الإسلام اليوم من تفرق وتشرذم وتنازع وتقاتل وتدابر في مشارق الأرض ومغاربها على شتى المستويات وحتى بين الدعاة. فليس لنا من دون الله كاشفة، ليس لنا إلا أن نعود إلى الله وإلى وحدة الأوطان وتوحيد القلوب تحت راية لا إله إلا الله. فللأهمية البالغة لاستقرار المجتمعات وسلامة الأمم وأمن الشعوب، لا بد من المؤاخاة بين أفراد الوطن الواحد والتآخي بين أهل الملة الواحدة. وهذا ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مسقط رأسه مكة المكرمة إلى موطنه الأخير ومستقر دولته الدائم المدينة المنورة. فكان من أوائل أفعاله وأهم أعماله الإصلاح بين الأوس والخزرج أبناء الوطن الواحد، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أبناء الدين الواحد، ومعاهدة صلح مع اليهود يهود المدينة الذين كانوا أقلية مجاورين لأهل المدينة المواطنين الأصليين. فأول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام دولته الإصلاح بين المتخاصمين المتنازعين قبيلتي الأوس والخزرج الذين كانت لا تكاد تهدأ بينهم الحروب الدامية حتى تنشأ مرة أخرى بفعل فاعل من اليهود الذين لا يهدأون إلا بإيقاد نيران الحروب. ولكن قال ربنا: كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أصلح بينهم صلى الله عليه وسلم وسماهم اسما شرعيا يجمع الجميع وهو الأنصار، ولم يسلبهم الاسم الأصلي الأوس والخزرج لما للقبلية من دور في الإسلام. بالإسلام استراح الأنصار من الحروب والنزاعات التي لا يستفيد منها إلا اليهود، وبالإصلاح بينهم ساد الأمن في وطنهم وانتشر السلام في ربوعهم وحنق اليهود وشرق المنافقون. فمع عصبيتهم للقبلية صنع الإسلام منهم إخوانا كأبناء صلب واحد ورحم واحد، إنهم رجال لكن كرجل واحد. فكلما نزغ بينهم ما هو من طبيعة البشر نتيجة الغضب والخطأ وذكروا بالله تذكروا فإذا هم مبصرون. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم
بين المهاجرين والأنصار، كما قال ربنا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقاسموهم أموالهم وأراضيهم وعايشوهم لحمة وصفا واحدا. عباد الله، وبهذه الأخوة والوحدة والاتحاد وبهذه المصالحة وذاك التآخي يستقر المجتمع ويطمئن الناس وتأمن الأمة على أرواح وتأمن الأمة على أرواحها ومقدراتها. فاللهم يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وألهمنا الحكمة والعقل ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين أجمعين موتاهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا إنك أنت السميع العليم. أقول هذا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.